مساء الخير طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم. النهاردة هنكمل حصة جديدة من دروس الجبر. النهاردة هناخد دوال كثيرات الحدود. تكلمنا قبل كده عن حاصل الضرب الديكارتي، وتكلمنا عن العلاقة والدالة، وعرفنا يعني إيه دالة، وعرفنا إن الدالة بيكون ليها مجال ومجال مقابل وبنجيب المدى. النهاردة هنتعرف عن أنواع الدوال، وهنتكلم عن حاجة اسمها دوال كثيرات الحدود. طيب هنعرف ايه النهارده؟ هنعرف ازاي نحدد امتى الدالة تكون كثيرة حدود او لا، وازاي نمثل بيانيا الدالة الخطية والدالة التربيعية، وعايزين نشارك ونحل تمارين مع بعض. اول حاجة هنتكلم عن الدالة كثيرة الحدود. دالة كثيرة الحدود بنقول هي دالة من ح الى ح. يعني ايه من ح الى ح؟ يعني المجال بتاعها ح، والمجال المقابل ايضا ح، يعني المجال والمجال المقابل ح. حيث دالة السين هتساوي ألف زائد ألف سين زائد ألف اتنين سين تربيع زائد ألف تلات سين، وهكذا لغاية ألف نون سين أسينو. مالها يا مستر؟ بيقول لك حيث ألف نون بتنتمي لح ونون بتنتمي لط. طيب ببساطة كده يعني احنا ممكن نقول الـ الكلام ده في جملة صغيرة. ايه هي؟ ممكن نقول ان دالة السين، يعني ناخد كده تعريف بسيط تمام وبسيط خالص. ايه هو؟ بنقول ان دالة السين، دالة الايه؟ السين هتساوي يا مستر، هتساوي معايا الف سين اس نون. كويس، بحيث ان الالف ينتمي لح ونون تنتمي لط. بس ده ابسط تعريف عندي للدالة كثيرة الحدود. اقوله لكم تاني، يبقى الدالة كثيرة الحدود بتساوي الف سين اس نون، حيث الف ينتمي لح، حيث الف ايه؟ ينتمي للح. كويس، والنون عندي بتكون عدد طبيعي. يعني ايه نون عدد طبيعي؟ يعني النون تكون من ضمن الاعداد الطبيعيه. ايه هي الاعداد الطبيعيه؟ اللي هي 0 1 2 3 4 الى ما لا نهايه. يعني ايه يا مستر بالتدقيق اكتر؟ يعني لازم يكون قيمه القوه او الاس بتاع السين عندي يكون عدد صحيح موجب، يعني 1 2 3 4 وهكذا، اي عدد يكون موجب ويكون معايا الصفر. طب ينفع يا مستر يكون القوة أو الأس بتاعت السين عندي عدد سالب؟ لا، القانون واضح وصريح بيقول نون تنتمي لمين؟ نون تنتمي لطه. نون تنتمي لمين؟ لطه. كويس؟ طيب ينفع يا مستر تكون كسر؟ لا، احنا بنقول نون تنتمي للطه، يعني طه لازم يكون عدد طبيعي. ايه الأعداد الطبيعية؟ احنا حافظين الأعداد الطبيعية من أيام ما كنا في ابتدائي، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة إلى ما لا نهاية. اي دالة عندي يكون القوة بتاعتها عدد طبيعي او عدد صحيح موجب، هي بتكون دالة كثيرة حدود. تمام، يبقى تكون درجة كثيرة الحدود هي اكبر قوة للمتغير في قاعدة الدالة. يعني لو انا عندي الدالة بتكون اكتر من حد جبري، بنشوف اعلى واحد فيهم وبناء عليه بنحدد درجة الدالة كثيرة الحدود، زي ما احنا متعودين من قبل كده بالنسبة للحدود الجبرية. هي نفس الفكرة لما بنطبقها على دوال كثيرات الحدود. طيب تعالوا مع بعض كده، بيقول لك في الدوال الدالة ح من الدالة من ح إلى ح، حيث دالة س بتساوي 5. طيب دي دالة، احنا قلنا ايه تاني عشان اللي ما خدش باله؟ بنقول تكون درجة كثيرة الحدود هي أكبر قوة للمتغير في قاعدة الدالة. طيب تعالوا ناخد شوية أمثلة. الدالة الأولانية دي يا ولاد، دالة س بتساوي 5 وسكت، دي بتكون إيه؟ هل الس معايا موجودة؟ لأ، ما هي الس مش موجودة. ليه يا مستر؟ لأن الس أس صفر بواحد، وخمسة في واحد في خمسة ما بنكتبهاش، فبتكون درجة الدالة دي بتكون الدرجة الصفرية، أو أحيانا بنقول عليها الدالة الثابتة. كده صح وكده صح. يبقى تاني، لما يكون دالة س بتساوي 5 بنقول عليها دالة صفرية، أو بنقول عليها دالة ثابتة، سواء قلت كده أو كده فكلامك مظبوط. طيب ر من ح إلى ح، برضو دي دالة كثيرة حدود لأن المجال ح والمجال المقابل ح، حيث ر س بتساوي 3 س ناقص 8، ال 3 س ناقص 8. طيب أعلى قوة عندي للس هنا كام؟ أعلى قوة عندي للس هنا هي س أس 1، يبقى دي من الدرجة الكام يا مستر؟ دي هتكون من الدرجة الأولى. أعلى أس للسين عندي 1، يبقى دي هتكون من الدرجة الأولى. تمام، طيب تعالوا ناخد مسألة غيرها. إيه المسألة اللي غيرها؟ بيقول لي عندي دال ح من ح إلى ح، حيث عندي قاف سين، هي دي قاف
من ح إلى ح حيث ق س بتساوي 4 س تربيع ناقص 5 س زائد 8 ناقص 5 س زائد 8. تمام، أعلى قوة عندي للأس س عندي هنا كام؟ أعلى قوة عندي للأس س هنا 2. تمام، يبقى دي من الدرجة الكام؟ يبقى دي من الدرجة الثانية. يبقى على حسب أعلى قوة عندي للسين إحنا بنبدأ نحدد دي من القوة الكام. تمام، فدي أول واحدة كان مفيش سين يبقى درجة صفرية، تاني واحدة كان أعلى أس للسين واحد يبقى الدرجة الأولى، دي الدرجة الثانية وهكذا. طيب ملاحظات، بيقول لي المجال والمجال المقابل هو مجموعة الأعداد الحقيقية، ودي أنا وضحتها لكم. يبقى المجال والمجال المقابل في دوائر كثيرات الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقية زي ما بتعبر عنها بالإيه؟ بالأسهم. قاعدة الدالة هي صورة السين، هي حد أو مقدار جبري. قاعدة الدالة يا أولاد هي دي 3 س ناقص 8. تمام، دي بنقول عليها قاعدة الدالة. تمام، 4 س تربيع ناقص 5 س زائد 8 بنقول عليها برضو قاعدة الدالة. 5 هنا بنقول عليها قاعدة الدالة، دي كلها بنقول على إيه؟ قاعدة الدالة. طيب تعالوا ناخد حاجة تانية. برين، أي الدوائر التالية تمثل كثيرة حدود؟ نرجع للتعريف تاني. ببساطة كده يا أولاد، الدالة تكون كثيرة حدود لما يكون الأس بتاعها عدد طبيعي. أقولها تاني، لما تكون القوة أو الأس بتاعها عدد طبيعي. إيه هو الأعداد الطبيعية؟ صفر، واحد، اتنين، تلاتة، وهكذا. طب لو كان الأس سالب مش تبعي. لو كان الأس كسر نص تلت ربع برضو مش تبعي. طيب يلا بينا. دالة س واحد، ده الواحد س، س أس تلاتة زائد س تربيع زائد التلاتة. الأسس بتاعت الس هنا هل هي أعداد طبيعية ولا فيها سالب أو فيها كسور؟ ده هنا تلاتة طبيعي وهنا اتنين طبيعي، والحد اللي هو تلاتة ده يعني س أس صفر، برضو الصفر عدد طبيعي، يبقى تكون دالة كثيرة حدود. طب ندخل في دالة 2. دالة 2 س بتساوي س أس 3 زائد 1 على س زائد 7. هل دي كثيرة حدود ولا لأ؟ هنا الأس بتاع الس يا مستر 3، وهنا الأس بتاع الس 1، وهنا مفيش س معناها الأس بتاع الس 7. هقول لك لأ، خلي بالك في حاجة وقعت منك. عارفين إيه هي؟ يلا يا شطار، إيه اللي وقع مني؟ هنا لازم لما أحدد الأس بتاع الس لازم تكون السين في البسط، ما ينفعش تكون في المقام. وهنا السين في المقام بواحد، بس لما تطلع في البسط تبقى ايه يا مستر؟ اقول لكم، خدنا في القواعد قبل كده بتاعه الاسس، لما يكون السين في المقام وتطلع في البسط بتكون الاشاره بتاعتها تتغير تبقى بالسالب. يعني لو تحت سين اس 5 تبقى فوق سين اس سالب 5. طبعا هي هنا سين اس 1 فهتطلع في البسط هتبقى سين اس سالب 1. هل السالب واحد ده عدد طبيعي زي ما احنا اتفقنا؟ ايوه، مش عدد طبيعي. يبقى في الحالة دي الدالة اللي قدامي دي اختل الشرط هنا عشان واحد على س. هتقول لي ما هي مستر واحد وس هنا أس واحد. هقول لك لما أقارن أو أحدد لازم يكون الرمز موجود عندي في البسط، ما ينفعش يكون في المقام. معنى ان هو موجود في المقام معنى كده ان القوة بتاعته بتكون قوة سالبة. في الحالة دي بنقول عليها دالة ليست كثيرة الحدود. تمام؟ طيب اخد كمان واحدة. دالة س، دالة 3 س بتساوي س تربيع زائد جذر الس زائد 8. هنا يا مستر في البسط بقى مفيش كلام كمان. هنا هي في البسط فعلا، بس الس هنا الأولانية اللي هي س تربيع الأس بتاعها 2، ودي كده مظبوطة لأنها عدد طبيعي. لكن جذر الس دي لما نيجي نترجمها معناها إيه يا مستر؟ جذر الس دي يا ولاد معناها س أس نص. جذر السين معناها سين أس نص. طيب تعالوا نرجع للقانون أو القاعدة. بتقول إيه القاعدة؟ بيقول لي تكون الدالة كثيرة حدود إذا كانت القوة بتاعتها اللي هي نون تنتمي لطه. هل النص ده عدد طبيعي؟ لا يا مستر، ده النص ده بينتمي لنون. طيب وإحنا شرطنا كان إيه؟ كان شرط بتاعنا إن لازم يكون الأس بتاعي لازم يكون عدد طبيعي. طب الشرط كده متوافق مع القاعدة بتاعتي ولا غير متوافق؟ طبعا غير متوافق. وفي الحالة دي الدالة هتكون ليست كثيرة حدود. هتكون ايه؟ ليست كثيرة حدود. اخد عندي دالة 4 عندي، دالة س بتساوي س وافتح قوس س زائد 1 على س ناقص 2. هل الدالة دي دالة كثيرة حدود ولا لا؟
ايه رأيكم في الدالة دي؟ الدالة دي محتاجة تركيز جامد جدا معايا، لأنها ممكن احنا نقع فيها. طب نشتغل ازاي مستر؟ احنا محتارين. تعالوا نفكر مع بعض. حلقة في عندي رأيين، الرأي الأول بيقول يا مستر أنا عندي هنا في واحد على سين زيها زي دالة اتنين، يبقى في الحالة دي هتكون ليست كثيرة حدود. هنقول له تمام. طيب وفي واحد تاني هيقول يا مستر أنت عندك قوس وفي سين بره، ما ندخل بالسين جوه القوس. طيب تعالوا ندخل بالسين جوه القوس. لما ندخل بالسين جوه القوس هنوزعها، كلام جميل. ولما هنوزعها يا مستر هيصير الحد الأول سين تربيع، والحد التاني هتروح السين اللي في البسط مع السين في المقام يبقى واحد، وبعدين هتبقى ناقص اتنين سين. طيب في الحالة التانية دي عندي كلهم، كل الأسس أعداد إيه؟ كل الأسس أعداد طبيعية. تعالوا نشوفها مع بعض كده عشان نركز. طيب هقول تاني الرأيين اللي موجودين عندي ونمشي مع أنه رأي. بص يا ولاد، الرأي الأولاني بيقول لي على حالها كده، على وضعها وعلى شكلها كده، في عندي تحت في واحد على سين، يبقى ليست كثيرة حدود. ده كان رأي. طيب وفي رأي تاني قال لي نوزع السين، نضرب السين وبعدين نحدد. أقول له طب معاك لغاية الآخر، هندخل السين هتبقى سين تربيع، وهنضرب السين في الواحد على سين هتبقى بواحد، وبعدين نضرب السين في الاتنين هتبقى ناقص اتنين سين. هل هنا كل الأسس أعداد طبيعية؟ هتقول لي آه. هقول لك مظبوط، بس إحنا لما بنيجي نحدد الدالة كثيرة الحدود أو لأ ما ينفعش نبسطها. يعني يا مستر اللي احنا عملناه بالاحمر ده صح ولا غلط؟ اقول لك لا، في حاله تحديدها اذا كان الكثير في حدود ام لا، ده انا مش محتاجه وما ينفعش اعمله. حضرتك هتشتغلها بوضعها ده. بوضعها ده ايه يا مستر؟ في عندي واحد على سين، تبقى دغري كده داله ليست كثير حدود. اولا تاني نكتبها في ملحوظه كده عشان نحفظها مع بعض. لتحديد نوع الداله من حيث كونها كثيره حدود ام لا يكون قبل التبسيط. اولا تاني لتحديد نوع الدالة، أنا كاتبها لك بالأحمر عشان تبقى واخد بالك منها. لتحديد نوع الدالة من حيث كونها كثيرة حدود أم لا يكون قبل التبسيط، يعني ما تبسطهاش، يعني حضرتك ما تدخلش بالسين وتوزعها، لا هي وعلى حالها كده، ما تتعبش نفسك خالص. أنا مش عايزك تتعب، بمجرد النظر كده هتبص عليها. هل هي تتوافق مع القاعدة بتاعتي؟ أوكي، لا تتوافق يبقى ليست كثيرة الحدود. فبحالها كده في عندي واحد على سين هنا تعتبر ليست كثيرة الحدود. يبقى لتحديد نوع الدالة من حيث كونها كثيرة حدود أم لا يكون قبل التبسيط. لكن لما نيجي نحدد درجة الدالة لازم نبسط. لازم إيه؟ لازم نبسط. واخدين لبالكم؟ يبقى نوع الدالة يكون قبل التبسيط، لكن درجة الدالة يكون بعد التبسيط. طب تعالوا ناخد الدوال اللي أنا كنت واقف عندها دي وتعالوا نشوف الدرجة بتاعتها إيه. أول واحدة عندي هنا دالة واحد سين بتساوي سين أس 3 زائد سين تربيع زائد 3. كتبت لكم ملحوظة في الصفحة اللي فاتت كانت بتقول درجة الدالة هي إيه؟ أيوه سامع الإجابات، هي أعلى أس عندي للسين. هي إيه؟ أعلى أس عندي للسين. أعلى أس عندي للسين هنا كام يا مستر؟ 3. يبقى الدالة دي من الدرجة الكام؟ الثالثة. يبقى درجة الدالة هنا الدرجة مين؟ الثالثة. حلو الكلام؟ دي يا مستر دالة كثيرة حدود، نقدر نجيب درجتها؟ اه نقدر نجيب درجتها. دي طبعا ايه؟ الدالة دي أعلى أس عندي كام يا مستر؟ 3 من الدرجة الثالثة، دي من الدرجة الثانية وهكذا. تمام؟ بس احنا في الغالب بنحدد درجة الدالة كثيرة الحدود، يعني بنحدد ايه؟ درجة الدالة كثيرة الحدود بعد التبسيط. تعالوا ناخد مثال كده. تمرين، إذا كان الدال من ح إلى ح فأذكر درجة الدالة في كل حالة. أول واحدة عندي دال واحد س بتساوي 3 ناقص 2 س. أعلى أس للسين هنا كام يا مستر؟ 1. يبقى الدالة من الدرجة الأولى، بسيطة جدا. تاني واحدة دالة واحد س هتساوي س تربيع ناقص، وأفتح قوس، س تربيع ناقص 3. يا مستر دي من الدرجة التانية، أقول لك لا أصبر شوية. فيها تبسيط ولا ده ابسط صوره بتاعتها؟ فيها تبسيط يا مستر، فيها تبسيط. اولا تاني فيها تبسيط ولا دي ابسط صوره بتاعتها؟ فيها تبسيط، يبقى لازم نبسطها. يبقى لازم ايه؟ نبسطها. طب لما نيجي نبسطها هنعمل ايه يا مستر؟ هنكتب السين تربيع زي ما هي، تمام، ونوزع السالب دي جوه القوس. تمام التمام يا مستر، ندخل هتبقى ناقص سين تربيع، والسالب في السالب هتبقى موجب 3. طيب كده تمام؟ لا لسه احنا ما خلصناش. س تربيع ناقص س تربيع يروحوا مع بعض،
يبقى الناتج اللي عندي هنا كام يا مستر؟ 3. دي من الدرجة الكام يا مستر؟ دي من الدرجة الصفرية، دي من الدرجة الصفرية لأن معهاش سي. يبقى تاني قاعدة أنا قلتها لك في الملحوظة اللي فاتت، قاعدة مهمة جدا، لتحديد نوع الدالة من حيث كونها كثيرة حدود أم لا يكون قبل التبسيط، لكن تحديد نوعها، تحديد الدرجة بتاعتها يكون بعد التبسيط. يعني لمجرد النظر وتقول لي دي من الدرجة الثانية هتبقى إجابتك خطأ. وخلي بالك ده سؤال بسيط ومضمونا عندي في أسئلة امتحانات آخر السنة، بيجي لك اختر، ما فيهوش حاجة حرام يضيع منك. آخد اللي بعدها عندي، دالة س بتساوي س، وهنا في قوس، س ناقص 2 س تربيع. آه في قوس يا مستر، يبقى لازم نعمل إيه؟ أيوه لازم نوزع وندخل بالسين جوه، يبقى هعمل خاصية التوزيع هنا قبل ما نحدد درجة الدالة إيه. السين لما تنضرب في السين، دي أس واحد ودي أس واحد، نجمع الأسس يبقى أس اتنين، موجب في سالب هتبقى سالب، سين في اتنين سين هتبقى اتنين سين، ها ونجمع الأسس اتنين واحد تلاتة. أعلى قوة عندي هنا الاتنين ولا التلاتة؟ طبعا التلاتة، يبقى الدالة دي من الدرجة الثالثة. الدالة تكون من الدرجة الثالثة. أخد آخر واحدة معايا، عندي هنا س تربيع وفي قوس س ناقص 3 الكل تربيع. الكل إيه؟ تربيع. أمسح لكم اللي إحنا كتبناه كده عشان تبقى واضحة معايا أكتر. دي تبقى إيه يا مستر؟ دي نفكها إزاي؟ دي صعبة أوي يا مستر، ولا صعب ولا حاجة، دي هفكها بعناية. بص يا ولاد، لما أنا هفك القوس ده، تمام؟ أنا عندي هنا أس 2، هضرب السين في نفسها، لما تنضرب السين في نفسها طبقا للقاعدة اللي خدناها قبل كده في أولى إعدادي، مربع القوس، لما نيجي نربع هضرب الأول في نفسه، س في س بس أس 2، طيب وفي س تربيع بره يتضربوا في بعض يبقى س أس كام؟ س أس 2 في س أس 2 تبقى س أس 4، يبقى الدرجة الرابعة. دي طريقة. في طريقة تانية ممكن نعملها كده ببساطة، أدي س تربيع وبمسك القوس اللي عندي ده وأبدأ أحله بمجرد النظر، هيبقى س تربيع وعندي الأول في الثاني في 2 هيبقى 6 س زائد 3 في 3 ب 9، وابدا ادخل السين تربيع واضربها في القوس. طبعا هضرب السين تربيع في السين تربيع هنا يبقى سين اس 4، وسين تربيع في سالب 6 س يبقى سين اس 3، وسين تربيع في 9 يبقى 9 سين تربيع. نخلينا في اول واحده، سين تربيع في سين تربيع بكام؟ بسين اس 4. اعلى درجه عندي هنا الدرجه الرابعه، يبقى الداله دي من الدرجه الرابعه. كده انا عرفت ازاي احدد اذا كانت الداله كثيرة حدود أم لا، وإزاي أجيب الدرجة بتاعت الدالة اللي موجودة عندي في حالة لما تكون كثيرة حدود. عشان أحدد كثيرة حدود أم لا يكون قبل التبسيط، لكن الدرجة بتكون بعد التبسيط. طيب بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع ناقص س زائد 3، أوجد دالة الاتنين ودالة الصفر. نحلها إزاي؟ بسيطة جدا جدا جدا. أول حاجة هنكتب دالة الاتنين، وكل س تقابلك هنا حط مكانها اتنين، أهي أنا كتبت دالة اتنين، وبعدين في عندي س تربيع أكتب الاتنين أس الاتنين، وبعدين قابلتني ناقص، ماشي حطيت ناقص، أنا بعوض عن مين يا مستر؟ عن الاتنين، أشيل السين وأحط اتنين زائد التلاتة، طبعا ما ينفعش نغيرها ده عدد ثابت وقيمة ثابتة بتنزل زي ما هي تلاتة. بالآلة الحاسبة أو بعناية العملية بسيطة خالص، 2 أس 2 ب 4، 4 ناقص 2 تديك 2 زائد 3 هتساوي 5. طبعًا دي كزوج مرتب عشان نبقى عارفينها برضه يا ولاد، دي هتعتبر الزوج المرتب 2 و5. يعني لو هي كزوج مرتب عشان برضه نبقى عارفين الدنيا إيه. آخد كمان واحدة اللي هي دالة مين؟ دالة الصفر. هعوض عن الصفر، كل س تقابلني أحط مكانها صفر. آدي دالة الصفر. بشيل السين واحط صفر يبقى صفر أس 2 ناقص، أشيل السين واحط صفر زائد التلاتة، 2 أس صفر بصفر زائد الصفر أو ناقص الصفر زائد التلاتة يدينا الناتج 3. الزوج المرتب ده هيكون معايا صفر وتلاتة، الزوج المرتب ده هيكون صفر وتلاتة. ماشي يا ولاد؟ طيب تعالوا ناخد تمرين كمان. قول إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع ناقص 3 س، وليه س بتساوي س ناقص 3؟ هنا عندي دالتين، عندي دالة الس بتساوي الس تربيع ناقص 3 س، وعندي الر
عبارة عن س ناقص ر تلاتة. إيه المطلوب؟ بيقول لي إثبت إن دالة التلاتة بتساوي ر تلاتة. السؤال ده موجود عندك في كتاب المدرسة وبيجي في الامتحانات، سؤال بسيط جدا وحلو خالص. تعالوا كده بالراحة نمسك واحدة واحدة. أول حاجة أنا هجيب جزئين، هجيب الدال 3 فهعوض هنا عن في الدال في الدالة الأولى، وبعدين هجيب ال ر 3 وهعوض في الدالة الثانية. بالراحة كده مع بعض، يلا. دالة الثلاثة كل س تقابلك وهتحط مكانها 3، تمام. طيب أول حاجة أنا عندي هنا يا مستر، أول حاجة عندي دالة التلاتة، هشيل السين وأحط 3، تمام. أدي أول واحدة يا مستر، تمام. التلاتة أس 2 ناقص، أشيل ناقص 3 في 3، أدي في 3، يبقى 3 أس 2 تمام ناقص 3 في 3. طيب 3 أس 2 ب 9، ناقص 3 في 3 بكام؟ ب 9. طيب 9 ناقص 9 بكام؟ بصفر. حطيت الإجابة عند صفر، ودي كانت رقم كام يا مستر؟ دي 1 اللي هو الجزء الأيمن بتاعي. طيب تعالوا نكمل. ر 3 بكام يا مستر؟ دي سهلة خالص، هشيل السين وأحط 3، يبقى 3 ناقص 3 بصفر، ودي رقم 2. يبقى أنا إيه اللي استنتجته؟ أثبت اللي مطلوب مني. أثبت إيه اللي مطلوب مني؟ يبقى أثبت أن دالة التلاتة بتساوي ر التلاتة. أدي دالة التلاتة، عوضت هنا عن السين تربيع ناقص 3 سين وطلعت بصفر، وره 3 عوضت عن السين ب 3 وطلع الناتج بصفر. يبقى انا ثبت المطلوب من 1 و2 ينتج المطلوب. نتكلم بقى عن شويه دوال او بعض انواع الدوال. هنتكلم عن الداله الخطيه، اتكلمنا عن الدوال كثيرات الحدود، هنتكلم عن انواع منها، بعض الانواع مقرره عندنا في الكتاب. هاخد اول حاجه الداله الخطيه، شكلها بيكون عامل ازاي؟ دي بتكون داله من ح لح، حيث داله س بتساوي ا س زائد ب. ا وب اعداد حقيقيه، حيث ا وب ايه؟ اعداد حقيقيه. دي بنسميها داله خطيه، اسمها غريب شويه، ليه سميناها داله خطيه؟ الموضوع بسيط خالص، بنسميها داله خطيه عشان لما بنمثلها في محاور إحداثيات بتمثل بخط مستقيم، يعني لما نيجي نرسمها بتبقى هي عبارة عن خط مستقيم، عشان كده تم تسميتها بالدالة الخطية. يبقى الدالة الخطية هي دالة تمثل بخط مستقيم. شكلها أو قاعدة الدالة عندي هنا بتبقى دي أ س زائد ب، حيث أ وب أعداد حقيقية، يعني أعداد حقيقية متغيرة، ممكن الأ تبقى 5 والب تبقى 2، ممكن تبقى سالب 3 و1، ممكن تبقى أي رقم حقيقي عادي جدا ما فيهاش أي مشكلة، تمام؟ الألف لا تساوي الصفر، تسمى دالة خطية أو دالة من الدرجة الأولى. تسمى ليه من الدرجة الأولى؟ لأن أس السين هنا 1، فعشان كده خليناها الدرجة الأولى. طب ليه قلنا ألف لا تساوي الصفر؟ لأن لو ألف ساوت الصفر أصبح الجزء ده مش موجود، فتبقى دالة س ب. لأن أ لما يبقى صفر يبقى صفر في س، مفيش، ما عادش ليها وجود خلاص، تبقى بصفر. يبقى هتبقى دالة س في الحالة دي تبقى ب، مش هتبقى من الدرجة الأولى، هتبقى من الدرجة الصفرية أو دالة ثابتة. فهو هنا بيقول إنها تسمى دالة خطية، يبقى لازم يكون الألف ما يساويش الصفر، أ لا يساوي الصفر، عشان يبقى الس موجودة يعني. تمرين، مثل بيانين الدالة دال من ح لح، حيث دالة س بتساوي 2 س ناقص التلاتة. هو بتجيني كده على فكرة السؤال، وسؤال بسيط ولذيذ وبيجي في الامتحانات ودرجته مضمونة. تاني بيقول لي مثل بيانين الدالة دال من ح لح، حيث دالة س بتساوي 2 س ناقص 3. أعملها إزاي يا مستر؟ هو مش مديني أي حاجة تانية؟ لا، هو مش هيدي لك أي حاجة تانية، هي بتجي لك المسألة كده على بعضيها. طيب أنا أحسبها إزاي يا مستر؟ يعني أجيب النقط إزاي؟ ببساطة أنت كل اللي هتعمله هتعمل جدول زي اللي أنا وريته لك ده. هترسم إيه الجدول؟ تعمله طولي أو تعمله عرضي مش هتفرق معانا كتير، كويس؟ هتكتب في العمود الأولاني س، وفي العمود التاني دالة س، أو التاني العمود الأولاني بتسميه س، والعمود التاني اللي أنا واقف عليه ده بتسميه دالة الس. حلو الكلام؟ طيب ممكن نسميه كمان ص، يبقى العمود الأولاني س والتاني دالة س أو ص. وبعدين تبدأ تفرد 3 نقط من عندك. تبدأ تفرد كام نقطة؟ 3 نقط من عندك، افردهم أرقام بسيطة عشان تبقى سهلة معاك في الحسابات، وفي نفس الوقت تبقى معاك سهلة في الرسم. يعني لما أنت تفرد أرقام بسيطة هتلاقي النواتج أرقام برضو بسيطة،
فالرسمة بتاعتك هتبقى صغيرة، مش هتقعد تكتب أرقام كتيرة يعني. فنفرض في الغالب عندي سالب 1 0 1، أو نفرض 0 1 2، أو 1 2 3، أي حاجة. أنا فرضت هنا 1 2 3، وهبدأ أعوض في الدالة اللي عندي. أول واحد هعوض عن الواحد، فهعوض هنا. ممكن تعملها بعينيك بالآلة الحاسبة اللي يريحك. أشيل السين وأحط 1، 2 في 1 ناقص 3 هتدينا سالب 1، لأن 2 في 1 ب2 ناقص 3 تدينا سالب 1. طب عوض ب2، 2 في 2 ناقص 3، 2 في 2 ب4 ناقص 3 هيديني 1. آخر رقم عندي هو 3، أعوض عندي ب3، 2 في 3 ب6، 6 ناقص 3 هيديني 3، يبقى الناتج 3. كده أنا عملت الجدول يا مستر، وأصبح عندي قيمة للسين وقيمة للصاد. كده ده يعتبر زوج مرتب، يعني 1 وسالب 1 ده الزوج الأولاني، 2 و1 الزوج المرتب الثاني، 3 و3 الزوج الثالث. طيب هنعمل إيه يا مستر؟ هنرسم محاور الإحداثيات أهي قدامي. طيب جميل، محاور الإحداثيات لما ترسمها عايزك كده في شوية أساسيات لازم نعملها علشان يبقى شغلي مظبوط ودقيق وأستحق الدرجة بتاعتي كاملة. عندك بيجي لك في الامتحان ورقة رسم بياني زي اللي ظاهرة قدامك على الشاشة دي بالظبط. بتيجي حضرتك وتروح قاسم ورقة الرسم بياني دي بخطين، خط عمودي رأسي وخط أفقي. حلو الكلام؟ خط الأفقي بتسميه سين سين شرطة، والخط الرأسي بتسميه صاد صاد شرطة. حلو الكلام؟ في النص النقطة التقاطع دي هي النقطة صفر، صفر بالنسبة للسينات وصفر بالنسبة للصادات. تمام؟ وعلى السينات على اليمين بتبقى كل نمشي بخطوة ثابتة بتعبر عن الأعداد المجابة، يعني أدي 1 2 3 4 5 6 لو أنت حابب تكمل وهكذا. وعلى شمال الصفر بتكون الأعداد السالبة، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 وهكذا. لما بتيجي تكتب الأرقام بتكتبها تحت يبقى تاني ترسم محاور إحداثيات، الأفق اسمه سين سين شرطة، والرأس اسمه صاد صاد شرطة. في النص الصفر، على اليمين بتكتب الأعداد المجابة، على الشمال بتكتب الأعداد السالبة تحت الخط. طيب والخط العمودي يا مستر، النقطة اللي في النص نقطة صفر. وبالنسبة لمحاور محور الصادات بتكتب الأرقام على شماله، فاللي فوق بتكتب الأعداد المجابة 1 2 3 4 5 وهكذا، وبتكتب تحت الصفر سالب 1 سالب 2 سالب 3. وبعدين نبدأ بقى ناخد الأرقام اللي عندي. الزوج المرتب الأولاني هو الزوج المرتب 1 وسالب 1، نمشي على السينات 1 وبعدين سالب، يبقى انزل لتحت سالب 1 تحت ايدي كده، وراح حاطط ايه؟ وراح حاطط نقطه. طيب والنقطه الثانيه يا مستر 2 و1، طيب نمشي على محور السينات 2 وبعدين اطلع 1 واحط النقطه الثانيه. اخر نقطه عندي 3 و3، امشي على محور السينات 3 وبعدين اطلع فوق 3 واحط النقطه بتاعتي. تمام، اصبح عندي الـ3 نقط بنوصل خط مستقيم ونطول من الجهتين. يبقى انا كده مثلت داله 2 س ناقص 3 زي ما احنا قلنا اسمها داله خطيه، واللي ظاهر قدامكم ده ايه؟ خط مستقيم. يبقى احنا عرفنا كل حاجه عنها، الداله الخطيه بتمثل بخط مستقيم. عايز اقول لكم على حاجه كده احنا واقفين بالمره. حضرتك لما بيكون معامل السين هنا، معامل السين هي 2، ده الـ2 ده عدد موجب ولا سالب؟ ايوه عدد موجب، برافو عليك. طيب لما يكون معامل السين عدد موجب بتصنع زاويه حاده مع الجزء الموجب لمحور السينات. اقولها تاني، لما يكون معامل السين عدد موجب الخط المستقيم اللي انا رسمته المعبر عن الداله ده بيعمل زاويه حاده مع الاحداث الموجب لمحور السينات، الجزء الموجب اللي انا واقف عليه ده. ماشي يا اولاد؟ طيب تعالوا ناخد تمرين كمان. مثل بيانين الدالة د من ح لح، حيث دالة س بتساوي 2 ناقص س. دي سهلة خالص وبسيطة في الحسابات بتاعتها. لما نيجي نحل يا مستر هنعمل ايه؟ ايوه هنعمل الجدول زي ما احنا قلنا. هنكتب في العمود الاولاني س وفي العمود الثاني دالة س او ص. كده صح كده صح. ونفرد 3 ارقام 1 و2 و3 سهلين معايا في الحسابات. وبعدين ابدا اعوض، اعوض عن الس بواحد، 2 ناقص 1 ب1. طيب وبعدين اعوض عن السين بكام؟ هنا مكتوبه 2، 2 ناقص 2 ب0. اخر حاجه اعوض عن السين ب3، 2 ناقص 3 هتدينا سالب 1. كده انا خلصت الجدول. نرسم محاور الاحداثيات زي ما احنا اتفقنا، خط الافق سين سين شرطه، وخط الراس صاد صاد شرطه، والاعداد بتكون في السينات تحت والصادات بتكون على الشمال. نبدا نحط نقطه نقطه. النقطه الاولانيه كام يا مستر؟ 1 و1 مع بعض كده، امشي على السينات 1
بعدين واحد موجب، يعني اطلع فوق تحت ايدي كده واحط النقطة الاولانية. طيب والنقطة التانية يا مستر؟ 2 و0، امشي على محور السينات، ادي 2 و0، مطرح ما انا واقف كده احط الصفر. جميل. اخر حاجة عندي 3 وكام؟ 3 وسالب 1، ادي 3 وسالب، يبقى انزل لتحت تحت الماوس بالظبط وتحت ايدي بحط النقطة، وبعد كده بوصل ما بينهم، رسمت خط مستقيم. لو تلاحظوا في المسألة اللي فاتت الخط كان عامل زاوية حادة وأنا وقفت وأكدت عليها، ودلوقتي الخط المستقيم بيصنع زاوية منفرجة. هو يا مستر حضرتك ممكن تعرف شكل الخط هيكون عامل زاوية حادة أو منفرجة قبل ما نرسمه؟ أيوه طبعا. إزاي؟ أنا قلت لك ملحوظة في الحتة اللي فاتت شفوي، قلنا لما يكون معامل السين موجب بتصنع زاوية حادة. هنا زي ما أنت شايف معامل السين إيه؟ سالب، عشان كده هي عاملة زاوية منفرجة. في المسألة اللي فاتت لما كان معامل السين موجب كانت عاملة زاوية حادة، يعني يا مستر يعني كانت محاور إحداثيات معاك كده، كان الخط اللي أنا رسمته كده كان عامل زاوية كده أو حادة. طيب في الوضع بتاعي ده معامل السين هنا سالب، عشان كده الخط المستقيم عامل معايا زاوية منفرجة. زاوية إيه؟ منفرجة. ناخد تمرين كمان. بس البيانين الدالة، دالة من ح لح، حيث دالة س بتساوي 2 س. نعمل يلا الجدول بتاعنا، نكتب س و ص ونفرد 3 أرقام، سالب 1 و0 و1، أو 0 و1 و2، أو 1 و2 و3، أي حاجة. طيب تعالوا نعوض، 2 في سالب 1 تطلع بكام؟ بسالب 2 يا مستر. طيب أعوض عن الصفر، 2 في 0، أي حاجة بصفر بصفر يا مستر. تمام. آخر حاجة أعوض عن الواحد، 2 في 1 ب2. كده جبت 3 أزواج مرتبة. بنرسم محاور الإحداثيات ونرسم الخطين بتاع الأفقي س س شرطة والرأس ص ص شرطة، وأحط الأرقام بتاعتي بصورة منتظمة ونبدأ نمثل. يلا أول نقطة عندي سالب 1 وسالب 2، أديني أمشي، أدي السالب 1 يا مستر. طيب وسالب 2 فوق ولا تحت؟ لا تحت. أدي السالب 2 أهي وأحط النقطة. جميل. وبعدين عندي النقطة إيه يا مستر؟ 0 و0. يلا مع بعض، نقطة 0 و0 هي دي بنسميها نقطة الأصل يا ولاد، بنسميها نقطة الأصل. نقطة 0 و0 بنسميها نقطة الأصل. آخر نقطة عندي 1 و2، آدي الواحد ونطلع لغاية الاتنين أهي. كده أنا مثلت 3 نقط أوصلهم بخط مستقيم. هنا عاملة زاوية حادة ولا موجبة؟ زاوية حادة بشطار. ليه؟ لأن معامل السين هنا موجب، فعملت زاوية حد من الأحداث الموجبة لمحور السينات. بس المسألة دي فيها حاجة مختلفة عن المسألتين اللي فاتوا، حد أخد لباله؟ فيها حاجة مختلفة عن المسألتين اللي فاتوا. لو بصينا كده هنلاقي الخط المستقيم اللي عندي هنا يمر بنقطة الأصل أهو، حتى معدي على النقطة 0 و0. طب هل في المثالين اللي فاتوا كان بيمر بنقطة الأصل ولا لأ يا مستر؟ تعالوا نبص الرسمة اللي فاتت دي على طول. الرسمة اللي فاتت دي بتمر ولا لأ بنقطة الأصل؟ لا يا مستر، أهي كانت بعيدة خالص عن نقطة الأصل. طيب هل ممكن كمان يا مستر إحنا نعرفها إذا كانت بتمر بنقطة الأصل أو لا؟ أيوه. إزاي؟ بص، لو كانت السين عندي مجموعة أو مطروحة من رقم تاني يبقى لا تمر بنقطة الأصل، يعني هنا سالب س زائد 2 أو 2 ناقص سالب س، ممكن نكتبها سالب س زائد الاتنين. لما يكون في عندي هنا الرمز أو السين اللي عندي مجموعة أو مطروح منها رقم تاني، في الحالة دي عمرها ما هتمر بنقطة الأصل، لكن في المسألة اللي عندي دلوقتي بتمر بنقطة الأصل. ليه؟ لأن أنا عندي ما فيش عندي هنا ب. طب ممكن نحفظها كقاعدة يا مستر تديها لنا ببساطة؟ آه، لما يكون عندي دالة السين، ودي قاعدة عامة، لما يكون دالة السين بتساوي ألف س يبقى الدالة تمر بنقطة الأصل. زي مين يا مستر؟ زي دالة السين. تمام، زي دالة السين بتساوي س، دي تمر بنقطة الأصل. آه، زي دالة السين مثلا بتساوي 2 س اللي احنا رسمناها، زي دالة السين بتساوي 5 س، زي دالة السين هتساوي سالب س.
دي تمر بنقطة أصل. آه هو مش لازم تبقى موجب، لا هي أهم حاجة ما يبقاش عندي ب، يعني ما ينفعش تبقى زائد أو ناقص حاجة تاني. طيب أو دالة السين مثلا ممكن تكون سالب 3 س، كل دي دوال تمر بنقطة الأصل. يبقى إمتى الدالة تمر بنقطة الأصل؟ لو كانت ال ب بصفر. الصورة العامة عندي بتاعت الدالة، إيه هي الصورة العامة؟ لازم تحفظها. الصورة العامة بتاعت الدالة الخطية اللي هي دالة السين بتساوي ألف سين زائد الب، دي الصورة العامة عشان تبقى دالة خطية. كويس. طيب إمتى تمر بنقطة الأصل؟ لو مفيش عندي ب زي دي أهي، كل الدوال اللي أنا كاتبها فوقيها فوق الصورة العامة مفيهاش ب، دي سالب 3 س، سالب س، 5 س، س، كله مفهومش الب، فكلهم لو مثلناهم هيبقوا بخط مستقيم يمر بنقطة الأصل. تمرين، مثل بيانين الدالة، دال من ح لح حيث دالة س بتساوي 2، دي هنا ما فيهاش س خالص يا مستر. طب تعالوا كده نعملها، لو قلت س وص، لو أنا فرضت الس 1 2 3، لو قلت س بواحد مفيش حاجة أصلا تتضرب هتطلع ب2، لو قلت س ب2 دي اسمها دالة ثابتة. يعني كل قيم اي حد عوض بيه هنا لازم تطلع قيمة ثابتة 2، مش محتاج اعمل لها جدول، هي دي محفوظة. نعمل ايه يا مستر؟ هنمثل، يبقى النقطة الاولانية 1 و2، النقطة التانية 2 و2، النقطة التالتة 3 و2، ومثلها بخط مستقيم. الدالة الثابتة، اي دالة ثابتة تمثل بخط مستقيم يوازي محور السينات. هقولها لكم تاني، الدالة الثابتة يمثلها خط مستقيم يوازي محور السينات، يوازي محور السينات، ويقطع محور السادات في النقطة 0 و2 اللي هي الرقم اللي عندك. طب افرض كانت دالة س بتساوي 5، يبقى خط مستقيم يقطع محور السادات في النقطة 0 و5. افرض كانت دالة س بتساوي 3، يبقى يقطع محور السادات في النقطة 0 و3 اللي هي النقطة اللي هو بتبقى موجودة فيها الدالة عندك. طيب اخد اخر تمرين في الدالة الخطية، واللي يمثل بيانين الدالة دالة س بتساوي سالب 3. طبعا انا لو فرضت الس اي عدد الصاد كلها بتبقى بسالب 3، بنرسم محاول العدسيات ونبدأ نعمل خط مستقيم يوازي ايضا محور السينات ويمر عند النقطة 0 وسالب 3. دالة س عندي بسالب 3، يبقى هيمر بالنقطة ايه؟ 0 وسالب 3. كده انا خلصت الدالة الخطية. هندخل دلوقتي على الدالة التربيعية. ايه هي الدالة التربيعية؟ اهي مع بعض، بيقول لي دال من ح لح حيث دالة س بتساوي ألف س تربيع زائد ال ب س زائد الج، دي بنسميها دالة تربيعية، ودي الصورة العامة بتاعت الدالة التربيعية. بيكون في عندي ألف اللي هو رقم ثابت يعني، وس تربيع أعلى أس للسين هي أس 2، زائد ب، الب رقم ثابت، زائد السين متغير، زائد الجيم برضو عدد ثابت. يعني حيث ألف وب وجيم أعداد حقيقية، حيث ألف وب وجيم بتنتمي لح، والألف لا تساوي الصفر. ليه الألف لا تساوي صفر؟ عشان لو الألف ساوت الصفر ده مش هيبقى موجود عندي، فالدالة مش هتبقى تربيعية، هتبقى، أيوة برافو عليك، هتبقى دالة خطية. تعالوا مع بعض يلا تمرين، مثل بيانين الدالة دال من ح لح حيث دالة س بتساوي س تربيع. طيب تعالوا نعملها مع بعض، يقول لي حيث س متخذا س بتنتمي للفترة سالب 2 و2، س بتنتمي للفترة ايه؟ سالب 2 و2، تمام؟ طيب ايه الحل؟ هنعمل ايه يا مستر؟ هنرسم الجدول بتاعي واقول س وتحت نقول ص او دالة الس. طيب هو بيقول لي اتخذا الفترة دي، يبقى هنكتبها في الجدول عندي بدءا من الصغير، مين اصغر واحد عندي؟ سالب 2، وابدا اعلى ازود، سالب 2 زود 1 يبقى سالب 1، زود 1 تبقى 0، زود 1 وزود 1 تاني يبقى 2. ادي كده انا كتبت الفتره موجوده اللي عندي، حطيتها في مطرح السينات. وحضرتك بالآلة الحاسبة ممكن تعملها واحده واحده، او ممكن تعملها بطريقه على الآلة الحاسبة، هقولها لك دلوقتي. طيب اول حاجه هعملها واحده واحده، كل س تشيلها وتحط مكانها العدد اللي موجود عندي. عندي سالب 2، سالب 2 أس 2، واوعى اقولها تاني، اوعى تكتبها سالب 2 أس 2 على طول، هتطلع لك النواتج غلط، هتطلع الناتج غلط،
امال ايه اللي مطلوب مني يا مستر؟ مطلوب مني ان لما يكون في عدد سالب بتحطه جوه القوس وبعدين تحط التربيع. يعني لما تكتب اوريها لك كده اهو، تكتب سالب 2 جوه قوس وبعدين تحط التربيع على القوس، سالب 2 اس 2، يطلع الناتج كام يا مستر؟ هيطلع 4. بنفس الطريقة السالب 1 اس 2 بواحد، والصفر اس 2 هو نفسه، والواحد اس 2 بواحد، واتنين اس 2 ب 4، ونبدأ نرسمها مع بعض. طيب أول زوج مرتب عندي سالب 2 و4، أدي السالب 2 و4 يبقى أطلع فوق وأحط النقطة. النقطة اللي بعدها سالب 1 و1، أدي يا مستر السالب 1 الإحداث السيني، 1 يعني أطلع فوق تحت إيدي كده وأحط نقطة. بعدين 0 و0 اللي هي نقطة الأصل، بعدين 1 و1 أدي الواحد وأطلع عند الواحد أحط نقطة، آخر حاجة عندي 2 و4 أدي الاتنين وأطلع لغاية الأربعة حطيت النقطة. طيب وبعد كده يا مستر؟ بعد كده أوصل ما بينهم. أوصل بالمسطرة ولا بإيدي يا مستر؟ هتوصل بإيدك. ده اسمه منحنى الدالة التربيعية. فلازم لما توصلوا بإيديك، أوعى توصلوا بالمسطرة غلط. طيب يلا بينا كده، إحنا حطينا النقط، أبدأ أوصل بإيدي. انا كده وصلت الدالة التربيعية اللي عندي. طيب في حاجة تانية مطلوبة يا مستر؟ مطلوب مني نقطة رأس المنحنى. رأس المنحنى هنا ايه يا مستر؟ هو صفر وصفر، تمام. طيب جبت نقطة رأس المنحنى صفر وصفر، بعدين بجيب حاجتين، بجيب حاجة اسمها معادلة محور التماثل. يعني ايه معادلة محور التماثل؟ يعني الخط اللي بيكون فيه طرفي الدالة او فرعين بتوع الدالة بيكونوا متطابقين. امتى الكلام ده يحصل؟ يحصل عند لو انا رسمت خط يمر بنقطة رأس المنحنى اللي انا طالع نازل عليه ده. ده يعتبر خط ايه؟ ده يعتبر يا مستر خط مستقيم. طيب بنقول انه معادلة محور التماثل هي س بتساوي صفر. س هنا بكام يا مستر؟ س هنا بصفر، دي معادلة محور التماثل. جميل. في عندي قيمة صغرى، إيه القيمة الصغرى؟ القيمة الصغرى دي بتبقى الإحداث الصادي. على فكرة معادلة محور التماثل بتجيبها من الإحداث السيني، بس بتقول صفر س بتساوي، فأنا عندي هنا الإحداث السيني بصفر، يبقى معادلة محور التماثل هتبقى س بتساوي صفر، لكن القيمة الصغرى بتاخد الرقم اللي عندك هنا على طول، القيمة الصغرى بيبقى صفر. القيمة الصغرى عندي هنا بتبقى إيه؟ صفر. أقف هنا، معاملة س تربيع هنا موجب ولا سالب؟ موجب يا مستر، هو مش كاتب حاجة معنى كده إن هي موجب. في حالة لما يكون معامل الس تربيع موجب، بيكون فرعي الدالة كده عاملة زي السبعة، تكون بتبص لفوق، بنقول عليها بتبص لإيه؟ لفوق، زي السبعة، زي اللي رافع إيديه يصلي كده بنقول عليها، يبقى فرعين الدالة بيكونوا إيه؟ بيكونوا زي السبعة، بيكونوا إيه؟ زي السبعة. تعالوا ناخد مسألة كمان. تمرين، مثل بيانين الدالة دال من ح ل ح، حيث دالة س 2 ناقص س تربيع. هنا معامل الس ايه؟ سالب. يبقى اللي فاتت ارجع لها تاني، اللي فاتت اهي يا مستر الس تربيع موجبة، الفرعين بتوعها باصين لفوق. طب ولما تبقى سالب تتغير؟ تعالوا بقى نحل المسألة اللي جاية مع بعض. مثل بيانين الدالة دالة س بتساوي 2 ناقص س تربيع، 2 ناقص ايه؟ س تربيع، متخذا س بتنتمي للفترة سالب 2 و2 برضه. يلا بينا مع بعض، مصاد وعوض عن الفترة بتاعتي كلها، اكتبها كلها مرة واحدة وامشيها بالتدريج من الصغير للكبير. أصغر رقم عندي سالب 2 أحطه في الجدول، بعد كده سالب 1، بعدين 0 و1 و2. الخطوة اللي بعدها أبدأ أعوض عندي في الدالة دي، هنعوض ازاي يا مستر؟ هاخد السالب 2. ايوه سامعك، برافو عليك. اللي بيرد عليا يقول لي يا مستر تحطها جوه قوس طالما ان هي عدد سالب. ايوه برافو عليك، فهكتب 2 ناقص سالب 2 الكل تربيع، اهي 2 ناقص وافتح قوس سالب 2 واقفل القوس الكل تربيع. دي الطريقه بتاعتها. طب لو ما حطيتش اقواس يا مستر مش هتديك نواتج مظبوطه، لو ما حطيتش قوس مش هتدي لك ناتج مظبوط. بالآلة الحاسبة هيطلع عندي الناتج سالب 2. بنفس الطريقة هشيل السالب 2 واكتب سالب 1،
هتتربح تبقى بواحد، اتنين ناقص الواحد واحد، أعوض بصفر هتبقى تربيحها بصفر، اتنين ناقص الصفر باتنين، بعدين أعوض بالواحد، واحد أس اتنين بواحد، اتنين ناقص واحد بواحد، آخر حاجة أشيل دي وأحط اتنين، اتنين أس اتنين بأربعة، اتنين ناقص أربعة هتطلع معايا بسالب اتنين. طيب والخطوة اللي بعدها يا مستر؟ التمثيل طبعا ما تنساش. طب يلا نحط ورقة رسم بياني ونرسم الخط الأفقي اللي هو سين سين شرطة، والخط الرأسي صاد صاد شرطة وأرقامهم. الخطوة اللي بعدها نبدأ نحط الإيه؟ نبدأ نحط النقط اللي عندي. أول نقطة سالب اتنين وسالب اتنين. طيب آدي سالب اتنين، وأنزل تحت سالب اتنين وأحط النقطة. جميل. بعدين سالب واحد وواحد، آدي السالب واحد وبعدين الواحد نحط النقطة. سالب واحد وموجب واحد، سالب واحد والواحد فوق. بعدين صفر واتنين، آدي الصفر وأطلع لغاية اتنين. بعدين واحد واحد، آدي الواحد والواحد. آخر حاجة عندي اتنين وسالب اتنين، آدي الاتنين وأنزل تحت السالب اتنين وأحط النقطة. دي إيه يا مستر؟ ده منحنى الدالة التربيعية. طيب ده بينفع نعمله بالمسطرة؟ لا يا مستر، أنت ممكن تعمل مسطرة الدالة الخطية، الدالة الثابتة، لكن لما تكون الدالة عندي دالة خطية ما ينفعش نوصلها بالمسطرة. دي بتتعمل بالإيه؟ دي بتتعمل بالإيد. أديني مثلتها. يبقى أربط بس حاجة من الجزء اللي فات. المرة اللي فاتت كان معامل السين تربيع موجب، فالدالة كانت عاملة زي السبعة بتبص لفوق. هنا معامل السين تربيع سالب أهي، اتنين ناقص. في الحالة دي بيكون شكل الدالة بتكون عاملة زي التمانية أو بصة لتحت، تكون عاملة زي الشكل الإيه؟ زي شكل التمانية. طيب نقدر نجيب رأس المنحنى هنا؟ طبعا نقدر نجيب رأس المنحنى. هيبقى كام؟ ها؟ أيوه تحت هنا نقطة كام دي؟ نقطة صفر يا مستر. يبقى صفر واتنين، دي نقطة مين؟ رأس المنحنى. طالما إنك جبت نقطة رأس المنحنى صح، أقدر أكمل وأجيب باقي المطلوب إيه؟ طيب باقي إيه؟ معادلة محور التماسك. معادلة محور التماسح هاخدها من إحداث السين. هنقول سين بتساوي صفر، سين بتساوي مين؟ الصفر. طيب لما يكون الدالة بالوضع ده، النقطة اللي فوق دي، أيوة يا مستر حضرتك بتقول النقطة اللي فوق، أيوة النقطة اللي فوق، يبقى قيمة عظمى ولا صغرى؟ طالما إن ذكرنا كلمة فوق دي تبقى قيمة عظمى. يبقى القيمة العظمى اللي عندي باخد الإحداث الصادي اللي هو الاتنين، يبقى القيمة العظمى عندي هنا بكام؟ باتنين. لما كان شكلها كده كنا بنقول قيمة إيه؟ قيمة صغرى، لأنها كانت تحت، فتحت بتبقى رقم صغير، فبنقول عليها قيمة إيه؟ قيمة صغرى. بكده إحنا النهاردة ناخد شوية تمارين كده، أكمل نقفل بيها الحصة. أكمل معايا. الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة ص بتساوي 2 س ناقص 1 يمثلها بيانين خط مستقيم يقطع محور الصادات في النقطة. بص يا أولاد نفهمها مع بعض. لما يقطع محور الصادات قيمة السينات بصفر. أقولها لكم تاني، لما يقطع محور الصادات قيمة السينات بصفر، يعني نعوض عن السين بصفر. تمام؟ طيب 2 في صفر بصفر ناقص الواحد تطلع بكام يا مستر؟ تطلع بسالب واحد. طب هو عايز إيه يا مستر؟ قال لي الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة دي يمثلها بيانين خط مستقيم يقطع محور الصادات في النقطة، يقطع محور الصادات في النقطة، يعني عايز زوج مرتب. طيب يبقى في الحالة دي لما تقطع محور الصادات السينات بصفر. طيب يبقى المسقط الاول صفر، وعوض في قاعده الداله هنا عن السين بصفر، هتطلع عندي الصاد بسالب واحد، يبقى تقطع في النقطه صفر وسالب واحد. رقم اتنين، الداله الخطيه المعرفه بالقاعده صاد بتساوي 3 س زائد 6 يمثلها بيانيا خط مستقيم يقطع، ايوه هنا المره دي يقطع محور السينات. لما يقطع محور السينات هشتغلها زي اللي فاتت؟ لا العكس، لما كان بيقطع الصادات كنت بفرض السين بصفر، طب لما هنا يقطع السينات تفرض الصاد بصفر. تمام، فرضنا الصاد بصفر يا مستر. طيب هتبقى شكل الداله 3 س زائد 6. طب وعشان نحلها تاخد الستة توديها الناحيه الثانيه، فهتبقى سالب 6 نقسم الطرفين على 3، هتبقى عندي اهي يعني كما لو كون على 3 س بتساوي، دي هتروح الناحية التانية، الطرف التاني هتبقى صفر ناقص زائد السالب ستة. أقسم بعد كده على كام يا مستر؟ على 3. أقسم الطرفين على 3،
تلاتة اللي هنا هتروح مع تلاتة هنا، وستة هنا على سالب تلاتة هيكون الناتج سالب اتنين، يبقى تقطع محور السينات في النقطة سالب اتنين وصفر. طب ليه يا مستر ما كتبناش صفر وسالب اتنين؟ لأن حضرتك قلت يا مستر هي بتقطع محور السينات، يبقى الصادات هي اللي بصفر. أيوه ده خلي بالنا. ليه يا مستر؟ عشان ممكن المسألة دي تجيلك اختيارات ويحط لك من ضمن الاختيارات صفر وسالب اتنين، وانت مع الاستعجال تختار الصفر وسالب اتنين. هي نفس الأرقام بس معكوسة، يعني عكس المساقط. لكن الصح هو ايه؟ هو انا كنت فارض الصاد بصفر، يبقى تتحط شمال، وقيمة السين اهي، السين اللي طالعة لك كام؟ بسالب اتنين، يبقى بتقطع محور السينات في النقطة سالب اتنين وصفر. طيب رقم تلاتة بيقول إذا كانت الدالة دال حيث دالة س بتساوي تلاتة س ناقص واحد، يمثلها بيانيا مستقيم يمر بالنقطة ألف واتنين. ألف وإيه؟ واتنين. صعبة دي ولا سهلة يا مستر؟ سهلة خالص، عايز قيمة الألف بس. بيقول لي فإن ألف بتساوي، طيب أنا هعوض عن الألف، يعني هقول إن الدالة دي هشيل السين وأحط ألف، هتبقى تلاتة ألف ناقص الواحد بتساوي كام يا مستر؟ بتساوي الاتنين، بتساوي مين؟ حلو الكلام؟ طيب دي كأنها معادلة، تلاتة ألف ناقص واحد بتساوي اتنين، ودي الواحد الناحية التانية هتتغير إشارتي يبقى موجب، اتنين واحد تلاتة، يبقى تلاتة ألف هتساوي التلاتة. حلو، تلاتة ألف هتساوي تلاتة، نقسم الطرفين على التلاتة يبقى الألف تطلع بواحد. رقم أربعة، إذا كانت دالة س بتساوي أربعة س زائد ب ودالة التلاتة بتساوي خمستاشر. السؤال ده سؤال بسيط وسهل، بيجي كتير قوي معايا في الامتحانات، بيعتبر سؤال هدية يعني. تتحل ازاي دي؟ زي ما هي كده، هو بيقول دالة التلاتة، يعني هنا تشيل السين وتحط تلاتة. طب لما اشيل السين واحط تلاتة هنا، هتشيل السين وتحط تلاتة هنا، طيب هتبقى أربعة س، يعني أربعة في تلاتة. طب ومال؟ طيب يبقى هنا زائد ال ب، سيبك من ال ب، هو عايز قيمة ال ب، قال لي أوجد ال ب. الناتج هنا بكام يا مستر؟ 15. يبقى هنا هتساوي كام؟ هتساوي ال 15. طب تعالوا نشتغلها بالراحة مع بعض، يلا بينا. 3 في 4 بكام؟ ب 12. 12 زائد مين يا مستر؟ 12 زائد ال ب هتساوي معايا 15. بقت معادلة من الدرجة الأولى، عايز قيمة مين أنا؟ عايز قيمة ال ب. خد ال 12 وديها الناحية التانية، لما تروح هتروح بإشارة مختلفة، فالـ ب عندي على اليمين زي ما هي مش هتتغير، الـ 12 لما هتروح الناحية التانية هتبقى سالب، هيبقى 15 ناقص الـ 12، الناتج هيكون معايا بتلاتة. بكده نكون خلصنا حصتنا النهاردة، اتكلمنا عن إيه النهاردة؟ اتكلمنا عن دوال كثيرات الحدود ودرجة الدالة كثيرة الحدود. طيب امتى حدد الدالة كثيرة الحدود؟ لا، بيكون قبل التبسيط، اما الدرجة بيكون بعد التبسيط. خدنا بعض انواع دوال كثيرات الحدود، اخدنا الدالة الخطية وسميناها خطية لانها بتمثل بخط مستقيم كويس، والدوال الخطية اللي عندي في نوعين، في عندي دالة خطية، وعرفنا امتى بتمر بمحور، تمر بنقطة الاصل لما يكون عندي بتبقى دالة س بتساوي حاجة س، الف س، وتكون ال ب بصفر، يعني دالة س بتساوي 5 س، 2 س، سالب 2 س، سالب 3 س، في الحالة دي بتطلع بخط مستقيم تمر بنقطة الأصل. طيب إمتى الدالة بتعمل زاوية حادة؟ لما يكون معامل السين موجب. إمتى بتعمل زاوية منفرجة؟ لما يكون معامل السين سالب. ده ما يخص الدالة الخطية. طيب والدوال الثابتة؟ أي دالة ثابتة في الدنيا بتمثل بخط مستقيم يوازي محور السينات. تاني، الدالة الثابتة تمثل بخط مستقيم يوازي محور السينات. لو كان الرقم موجب بتبقى فوق الإحداث السيني، لو كان الرقم سالب بتكون أسفل الإحداثي السيني. آخر حاجة خدناها كانت الدالة التربيعية، يعني قوة الأس عندي س تربيع، وحلينا مسألتين، لو معامل السين موجب فبتجيني على شكل 7، لو كان معامل السين سالب بتكون على شكل 8، وبتكون لها قيمة عظمى. تمام، بكده نكون احنا خلصنا حصتنا النهارده، اتمنى ليكم كل النجاح والتوفيق. كان معاكم امير جرجس مع تحيات الاداره العامه للمحتوى التعليمي، ودمتم في رعايه الله.